السلام عليكم ورحمة الله. يطيب لي بالبداية أن أرحب بكم جميعا في مؤتمرنا الأول حول التنمية الاقتصادية في قطر، وأود أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برعايته الكريمة لهذا المؤتمر، وإنه ليسعدني أن يشاركنا اليوم مجموعة من كبار المبشرين وإننا إذ نفخر بما حققناه من إنجازات في مجال صناعة الهيدروكربونات واستغلال ثرواتنا لتسريع عجلة التنمية وتحقيق أعظم فائدة منها لحاضر ومستقبل المواطنين. أما ما حققته دولة قطر من تقدم في ترتيب تقارير التنمية البشرية وبيئة الأعمال التجارية ومناخ الاستثمار والقدرة التنافسية الاقتصادية والشفافية إلى غير ذلك من مجالات يصعب ذكرها على سبيل الحصر، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الإنجازات التي يتعين علينا القيام بها، فتحديات الخد بلا شك تختلف عن تلك التي واجهناها في الماضي وتلك التي نواجهها اليوم. إننا اليوم إذ نطلع إلى المستقبل فإن واجبنا لا يقتصر فقط على تسريع عجلة التنمية الاقتصادية، بل يجب علينا ايضا ان نوجه اهتمامنا الى بناء قاعده متينه ودائمه للاستمرار في التنميه وتحقيق الرخاء بالمستقبل. وعلى الرغم من انه لا يزال لدينا متسع من الوقت، حيث ان صناعه الهيدروكربونات. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الحافظ، اصحاب السعاده، الضيوف الكرام، السيدات والساده. أشكر سعادة المحافظ على كلمته القيمة ومن ملاحظاته الافتتاحية التي وجهت انتباهنا إلى القضايا الهامة التي سوف نبحثها عن كثير اليوم. وإنني بالنيابة عن الأمانة العامة للتنموي أرحب بكل واحد منكم مقدرا تحملكم لمتاعب السفر وحضوركم إلى الدوحة. أما بالنسبة للذين يزورون الدوحة لأول مرة، فإنني أتمنى أن يتاح لهم الوقت كي يشاهدوا بعض معالمنا. وأود بصفة خاصة أن أرحب بزملائي من البنك الدولي الذين هم شركاء لنا في التنمية ونقل المعرفة التقنية. وإننا نقدر عاليا للبنك الدولي الدعم الذي يقدمه حتى من خلال خدماته التقنية والاستشارية. وكخلفية لهذا المؤتمر، أود أن أشرح بإيجاز الغرض من الاستراتيجية التنموية الوطنية لدولة قطر وارتباطها برؤية قطر 2030. لقد وافقت القيادات العليا لدولة قطر في عام 2008 على رؤية قطر، وقد بينت هذه الرؤية التحديات التي تواجه دولة قطر ووضحت طموحاتها التنموية. وهذه الرؤية هي وثيقة تحقق الاستدامة التي في أبعادها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والبيئية. In particular to Dr. Ibrahim, to Sheikh Hamad, to the team, for inviting the bank to work with them in the preparation of this conference and for all the hard work that they have put into the organization preparation of this interesting program. And especially a welcome feature of the program is a strong focus on practical experiences and the prominent role of development practitioners. This is very much in the spirit of World Bank's long-standing effort to work on strategic development issues at both the analytical and practical level, in collaboration with government officials, the private sector, and non-governmental organizations. On a global level, the bank works to bring knowledge and expertise from across the world to distill the international experience in a way that is relevant to the local conditions. The bank also does this in particular through its program in the Gulf Cooperation Council countries and in the MENA region more broadly,
We are currently working with all of the GCC countries and with a variety of government entities to try and bring high quality advice to important policy and development issues that the region is confronting. The GCC funds, and we are engaged currently on issues of education, water management, water resource management, food security, public financial management and procurement, financial sector development, and a number of other